بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، وأركانه هي النية من الليل والإمساك عن المفطرات من الفجر إلى غروب الشمس. ومفطرات الصيام هي إدخال كل ما له حجم عمدا إلى البطن أو الرأس أو الأمعاء من منفذ مفتوح، إخراج القيء عمدا، الجماع، إخراج المني عن مباشرة، الحيض، النفاس، الجنون، الإغماء جميع النهار، والردة وهي الخروج من الإسلام. فمن أكل أو شرب في نهار رمضان أو فعل شيئا من المفطرات فإن كان ناسيا فلا يفطر ولا إثم ولا قضاء عليه، وإن أفطر عمدا بغير جماع فعليه إثم وقضاء ذلك اليوم. أما الرجل الذي أفطر عمدا بجماع عالما بالحرمة وليس له رخصة في الفطر فعليه زيادة على الإثم والقضاء الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، أي يملك كل مسكين منهم مدا من غالب قوت البلد كالقمح، والمد هو ملء الكفين المعتدلتين، فالمد من القمح يزيد عن 400 جرام بقليل. ويجوز للحامل والمرضع أن تفطرا إن خافتا الضرر من الصوم، فإن أفطرتا خوفا على أنفسهما وعلى الولد فعليهما القضاء فقط، وإن أفطرتا خوفا على الولد فعليهما القضاء والفدية، أي فيطعمان مسكينا مدا من طعام عن كل يوم لم تصوما فيه. يجوز للمريض الذي تلحقه مشقة شديدة بالصيام أن يفطر، ولكن عليه قضاء هذا اليوم، وإن كان المريض لا يرجى شفاؤه فلا يقضي بل يدفع الفدية عن كل يوم أفطر فيه، ومثله المسن العاجز عن الصوم. يجوز للمسافر أن يفطر برخصة السفر، وشرطه أن يكون سفره في غير معصية، أن يكون سفره طويلا بحيث يصح فيه قصر الصلاة الرباعية، وأن يصير في حكم المسافر من الليل. نسأل الله تعالى أن يعيننا على صيام رمضان وقيام لياليه. آمين.